مع اقتراب موعد الحصاد الخاص بمحصول الذرة، أدرك المزارعون بولاية النيل الأبيض أن موسمه الحالي قد يشهد إنتاجية عالية للفدان الواحد في بعض المناطق، بعد أن عكفت وزارة الزراعة بالولاية على تقييم تجربة الحلول المتكاملة عبر لقاءات تفاكرية وزيارات نوعية لعدد من المشروعات النموذجية، حيث حققت التجربة نتائج زراعية ربما تعود بالنفع على كل الأطراف في ظل التزامات المزارعين بتطبيق الحزم التقنية ودعواتهم بنقل التجربة إلى مشروعات أخرى. وفي تقديري هذه التجربة تجربة ناجحة جدا جدا، ونحن كمزارعين موعودين أو هدفنا زيادة إنتاجنا. هذا الإنتاج نحن كنت نرفعه بنخلص من حاجة اسمها مديونيات وبنصرف إلى ذاتنا كويس. هذه الحزمة التقنية تحدثوا عنها، لكن بحمد الله وتوفيقه نحن الآن بنطبق هذه الحزمة التقنية، لذلك نحن هذا اليوم يوم تاريخي ونبدأ بإذن الله في تطبيق هذه الحزمة التاريخية الحزمة التقنية لنصل إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية. وبالنسبة للمزارعين فإن التمويل قد يمثل عقبة كؤود في سبيل إنجاح التجربة، لكن القطاع المصرفي أطلق تأكيدات قاطعة بضخ التمويل اللازم للقطاع الزراعي وربطه بنقل التقنيات الحديثة وصولا إلى إنتاج وفير في المواسم القادمة. نحن دورنا تمويلي، نحن كبنك زراعي بنعلن استعدادنا الكامل لتمويل أدوات التقنية كلها وبتسهيلات مباشرة، والكلام ده موجود في سياسات ما جديد يعني أساسا. الحمد لله سبقت في نماذج حية موجودة، والأخوان المرشدين موجودين في وزارة الزراعة بقدموا الخبرات اللازمة. ويسعى القطاع الخاص إلى نقل التجربة لعدد من المشروعات الزراعية مع توفير الضمانات اللازمة لفتح مراكز جديدة بالنيل الأبيض تحقيقا لنهضة زراعية منشودة. احنا يعني كشركة بالضرورة لابد أن ننشئ مركز في ولاية النيل الأبيض، والمركز ده احنا بنستهدف فيه يعني تطوير الزراعة وتحديث الأنماط الزراعية الموجودة في الولاية، وفي النهاية المسألة بالصب كلها في تعظيم الربحية بالنسبة للمزارع. وزارة الزراعة بالنيل الأبيض دعت إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ برامج نقل التقنة والإرشاد زيادة للإنتاج في المواسم المقبلة. أسعى الآن نحن التحدي اللي قدامنا أنه المزارعين دي النتائج، الوزارة جاهزة أنها تعمل خدمات فنية مرشدين وندرب المنتجين، ويمكن التمويل هو موجود في النيل الأبيض برضو في البنك، فنحن دارين نشوف الاتجاه الجديد اللي إن شاء الله تتبع في عملية رفع الإنتاجية في القطاع المطري الآلي وحتى التغليد. ويبقى التحدي القادم في مدى توفر العزيمة السياسية والشعبية تنفيذا لبرنامج الحلول المتكاملة في القطاع الزراعي تغييرا لواقع الحال في ولاية ترنو إلى مستقبل زراعي أفضل. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي.